مرحبا أصدقائي، سعد لي أوقاتكم يا رب. شلونكم؟ شو الأخبار؟ أصدقائي، معلومة كتير مهمة. في كتير ناس تعتقد إنه هاي الهوية يلي بيحصلوا عليها بكامب أول ما يوصلوا على هولندا، بكامب تير آبل اللي هي تبع السنة، إقامة السنة، كل الناس بتفكر إنه هاي إقامة، بس للأسف هاي مانا إقامة، هاي بس هوية تعريف لحتى تقدروا تتجولوا فيها بضمن هولندا. وين؟ بضمن هولندا، مو لحتى تسافروا فيها لبلجيكا وألمانيا والدنمارك والمدن البلدان، ما بيصير. لأنه إذا كمشوكم كنترول برات هولندا ومعكم هاي الإقامة يلي على أساس إقامة، رح تاكلوا مخالفة مالية. بس كان بدي اوضح هالشيء لانه كثير ناس بتفكر انا ما اقامه تبع السنه. حبايبي اصدقائي، هاي مو اقامه، هاي بس مجرد هويه تعريف كل الناس تحصل عليها، حتى الناس اللي عارفه حالها وبتعرف انه ما رح تحصل على لجوء بهولندا. طبعا ان شاء الله الكل يحصل على هاي، بس انه في ناس تعرف حالها انه ما رح تحصل على هاي، رغم هيك بيعطوها هاي الهويه. ليش؟ لحتى تقدر تتجول فيها ضمن هولندا، بس بهولندا. ومانا إقامة، ما اسمها إقامة إنه أخذتوا الإقامة، لا، إقامة هي إقامة تبع 5 سنين، هاي تاخدوها، بس تاخدوها تكون أنتوا خلاص أخذتوا اللجوء بهولندا وأخذتوا الإقامة الهولندية. أوكي أصدقائي، طبعا أنا كنت فرجيتكم الإقامة تبع السنة، بس خلصت منها من زمان. هاي ايمتى؟ طبعا بدهم ياخذوها منكم لما تروحوا تستلموا الاقامه تبع 5 سنين، رح ياخذوا منكم تبع السنه. اوكي اصدقائي، اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه اذا اول مره بتشوفونا اصدقائي، ولايكات لا تنسوا، وفعلوا زر الجرس، فعلوها. يسعد لي اوقاتكم، وباي باي.